غادي ناخذ معنا الناطق الرسمي باسم المولودية الوجدية سالم المحمودي، الإطار الوطني والمحلل واللي دار أيضا التكوين ديالو في المناجمنت، واللي الآن كنعتبروه من الكفاءات. اختار أن يشتغل مع المولودية الوجدية ولكن كيمشي كيلقى واحد البنك ديال المشاكل، بنك ديال المشاكل، بنك ديال المشاكل. السي المحمودي، اهلا محمد، واهلا بمستمعين ومستمعات ام اف ام. نعم السي المحمودي، حنا راه كلشي تبع شنو اللي وقع للاسف. مدرب وسائق ديال الحافله، لان حتى هو كيقوم بواحد الدور ديالو الان اجتماعي، والدور ديالو في اطار الشغل، والدور ديالو ايضا في نقل وتامين النقل ديال الفريق. وقع بيناتهم هذا المشكل، وحنا بغينا نشوفوا فين وصل هذا الشيء هذا. فاحنا سي محمد وحشنا نهضروا على الكره، وانا نهضروا على المشاكل، ولكن كنهضروا على الكره، ولكن ولينا كنهضروا حتى على الكار، حيت الكار هو فيه دابا المشكل، الكار والكره. والمشكل، شوف المشكل كان بامكانه انه يتم تجاوزه وتكون الامور بخير، ولكن للاسف تتكون الاعصاب اللي تتكون تراكمات، دائما تتكون هناك قرارات ولا تتخذ متسرعه او تتكون خرجات غير محسوبه. السي المحمودي انت عزيز عليا، قلتي كاين تراكمات وكاين، شوف هذه مؤسسه فيها المدرب كاين الدور ديالو، فيها سائق الحافله كاين الدور ديالو، مسؤول على دوك الناس، وكاين رئيس ديال الوفد. واش كاين رئيس الوفد اللي ديال هذا الفريق ملي تنقل غيكون هو مسير ولا اداري ولا اللي مسؤول؟ باش ما يوقعش هذا الصراع، غادي يولي السائق كيضرب المدرب، والمدرب كيردو، غنوليو عند الى ولات هذه الامور. كيخص يكون الدراكي داخل المولودية الوجدية، ملي نوليو غادي نمشيو عند الدرك، واش الدرك ما عندهم مشاكل اخرى من غير هذا؟ ديروا انت ديال الكره. ما وقع سي محمد، دابا اللي خصنا نمشيو للامام، ما وقع قد وقع للاسف، لان كما قلتي كل واحد خصو يعرف اين تبدا مهمته اين تنتهي. نعم. المدرب يعني ها فين كتبدا المهمته، ها فين كنتهي. هذاك السائق عنده ليست ديال الناس اللي خصهم يركبوا معاهم، واحد معاهم الشخص ديال مدرب حراس المرمى اللي بلغوا النادي انه ما بقاش تربطوا اي حاجه مع المولوديه الوجديه، لان ما تتوفرش على شهاده تخول له القيام بمهامه داخل المولوديه، لان الجامعه هي اللي الغت هذه الشهاده. فكيبغي يجي يركب في الكار، لكن السائق عنده تعليمات، هو رئيس الوفد بانه ما يركبش معهم، ولكن المساله خدات منحى اخر وكان اشتباك. واعتقد هذه المساله راه بين الدرك وبين يعني اللي غادي تاخذوا القرار وتسمعوا للناس وتلقوا الصراحه ديالهم ومشاو. فاعتقد ان المكتب المديري راه دار بلاغ امس في الصفحه الرسميه ديالو على ان الطرفين غيدوزوا في المجلس التاديبي بعد مرور المده اللي كيعطيها لهم القانون، ويجيو يستمعوا لهم. يعني اللجنه التاديبيه غتستمع للطرفين وتاخذ الاجراءات الملائمه. لا، ولكن هذا راه هما كيستدعيو المدرب والدو باش غادي يحضر غدا، هو عنده شهاده طبيه في 20 يوم، ما يجي من هنا 20 يوم غادي يجي. هو القانون كيقول لك ماشي القانون، تيقول على كاينه 8 ايام، عندك الحق تبقى 8 ايام، يعني من مثلا غدا ولا تل كتبقى 8 ايام هذيك المهله. مادام كاين هناك شهاده طبيه، فراه كاين شهاده طبيه، راه غادي يشوفوا الامر كيفاش داير، ونشوفوا كيفاش الامور غادي نتاخذوها، وكيفاش الامور غادي يعني تحل. نتمنوا ان الامور يعني نلقاو حلول اخرى، ولا نشوفوا المسائل. يعني اكيد ان المولودي غيدافع على الحقوق ديالو، ونتمنوا ان المولوديه ما تكونش هي الخاسر الاكبر في هذا الشيء، لان هي الخاسر الاكبر دابا، للاسف، لان احنا كنتظرنا مباراه كبيره، وكنا كنتاملوا على ان هذه المباراه تكون هي الانطلاقه الحقيقيه للفريق، لان دائما المولوديه حتى السنه الماضيه المولوديه قدمت مباريات كبيره في الدار البيضاء، وكنا كنعتقدوا الى استطاع الفريق انه يحقق نتيجه ايجابيه في الدار البيضاء غتكون انطلاقه وغادي تلتف في الامور هذا، ولكن للاسف
المشاكل لا تنتهي، دائما هناك مشاكل، هناك خرجات، هناك ولكن واش هذا الشيء دابا الان المدرب الى عنده ملاحظات راه غادي يقولهم داخل المكتب، لان عنده هو متعاقد مع مؤسسه وغادي يقول داخل المؤسسه، الى غادي يقول على ان كاين المبارد ولا غادي يقول لعبه ما مخلصين شاي ولا شي حاجه، ولا غادي ينتقد داخل المؤسسه. اما الى خرج هذا الشيء خارج الاسوار، ثم كاين ناطق رسمي، ثم راكم مهيكلين. اكيد 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 محمد، هذه هي المساعده ومن النقاط التي افادت الكاس، لان للاسف ملي كتخرج خرجات اعلاميه غير محسوبه وكتعدل الاختصاصات ديالك، اكيد ان هذه المسائل كتير القيل والقال وكتولي واحد الماده دسمه لوسائل الاعلام والوسائل التواصل الاجتماعي، وكل واحد كيولي يديرها في المنأى او المكان اللي بغاها، فكتكبر ديك المساله كتكبر، لان دائما كنا كنتمناو على ان اي مشكل انه يبقى داخلي وتبقى المشاكل داخليه. فحتى المره الاخرى فاش كان واحد العشاء وكان المشكل المشاكل كلها تطرحات، فتم الاخراج ديالها بواحد الشكل غريب. للاسف بعض الناس في المحيط ديال في وجده قالوا على ان انا عندي علاقه مع لي ميديا، لان كنت كنشتغل في لي ميديا، انا اللي سربت. وهذه خاصة تكون عندك علاقات مع لي ميديا اولا كلاعب دولي كمؤطر، وباش يمكن لنا احنا نتواصلوا معك خاص تكون عندنا علاقه معك، ولكن التواصل ماشي تعطينا الاسرار اللي لا. فللاسف الناس دائما كتربط حاجه بحاجه بطريقه سلبيه. السي محمودي، واش انت يمكن لك تخزن عندنا على ان راه الشيفور ما دارش مع المدرب ومشى عند الجدارميه؟ هادشي راه كاين اخويا، راه شافوه من الناس هادشي. وبيان سور هادشي كله خصو، في بعض الاحيان كاين بعض الاطراف اللي كتبغي تخرج واحد المساله اللي هي كتكون صالحه، وكاين بعض، ولكن بعض المرات ملي كتنسى كتخرج شي حاجه اللي ما كتكونش صالحه فكتضرها، لان دائما الاشياء اللي كنخرجوا كتكون صالح فريق الفريق المولوديه، فما كتعجبش الطرف الاخر. لذلك فدائما ان المشاكل الكبيره، المسائل الماديه او المشاكل الداخليه ديال النادي، فخصها تبقى داخل النادي، فخصها تحل اون انتر مع الرئيس ومع المكتب المديري باش تبقى دائما محافظه، لان جميع الانديه عندها مشاكل، ولكن كنشوفوها كتدرب كتلعب وما كاينش مشكل. ما سمعناش حتى شي نادي ناض المدرب وداز مع السائق، ولا شي مدرب خرج في لي ريزو سوسيو وقال شي كلام ولا هذا. فكنتمنوا على ان هذه المسائل هذه، لان كنهضروا على الاحتراف، وفي الاحتراف ماشي هما هذه المشاكل، ماشي هما هاد الخرجات الغير. نعم، اذا السي محمودي انا غادي نشوف، انا غادي نجيك من الاخر، لان كنعرف انت تربيت كنعرف كل شيء، ودابا واش هذا الجو انت ملائم لك تشتغل فيه؟ بكل صراحه انا ما الجو تقريبا هو الجو بارد بعدا وفيه الشتاء، ولكن ما عمرني انا عشت بحال هذا الجو، لان صراحه جيت باش نشتغل، باش كاين ضغوط كاين مشاكل، فنتمنى على ان هذا الشيء يتحل دغيا، او احنا عندنا قرارات اخرى ممكن تاخذوها في الايام نعم. المقبله. شكرا لك، شكرا صديقي المحمودي. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو، وما تنساوش ابوناو فلاشين وتضغطوا على الجرس باش توصلوا بكل جديد ديال ام اف ام سبور.